مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا احنا بنتكلم على موضوع مهم جدا النهارده. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيخلق كل حاجه بحكمه وبقدر وبهدف. فزي ما في بكتيريا ضاره، في بكتيريا نافعه بنستخدمها في حاجات كتير جدا جدا. احنا النهارده بنتكلم على استخدامات البكتيريا النافعه في تغذيه الحيوان وكمان في منتجات الالبان. عندنا مثلا بكتيريا حامض اللاكتيك، دي من البكتيريا النافعه. اما الايكولاي فهي موجوده في منطقه القولون عند الحيوانات الكبيره، كبيره الحجم. طيب بنستخدمها ازاي وايه الفايده؟ عشان نبسط الموضوع بالنسبه حتى لست البيت، اكيد عارفه الخميره الفوريه اللي احنا بنستخدمها في المعجنات. الخميره الفوريه دي بيبقى فيها نوع من انواع البكتيريا النافعه اللي ممكن نستخدمها في الاكل. طب بنوظف الموضوع ده ازاي في تغذية الحيوان، وازاي نخلي بالنا حتى في التعامل مع الموضوع ده؟ تفاصيل كتير جدا هنعرفها من ضيفي اللي منورني النهارده، وهو دكتور حسام الدين حسين، استاذ مساعد انتاج الالبان بالمركز القومي للبحوث. اهلا بك يا دكتور، منورني. الموضوع ده مهم جدا جدا. الناس اول ما تسمع كلمة بكتيريا او ميكروبات تتخض، بس احنا بنقول النهاردة انه في بكتيريا نافعة، فدينا فكرة عنها وعن اهم استخداماتها. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضرتك قلتي وتفضلتي، انه لما احنا بنسمع يعني اسم البكتيريا فعلى طول بيتبادر الى الذهن قصة الامراض وفساد الاغذية وما يتبعها من مشاكل. لكن سبحان الله زي ما حضرتك قلت، فعلا بيبقى فيه دايما المعادل اللي هو موجود زي البكتيريا النافعه. من اهم البكتيريات النافعه اللي موجوده اللي احنا استخدمناها فعلا زي الخميره، ليها استخدامات كبيره في عمليه انتاج الخبز وبرضه الالبان المتخمره وبعض العصائر وخلافه. طب بالنسبه لتغذيه الحيوان، هل الميكروبات المفيده دي بعيده عن تغذيه الحيوان؟ لا ابدا، ده هي في صلب تغذيه الحيوان. هنجد مثلا على سبيل المثال انه المعده اللي موجوده في كرش الحيوان، هو دي معده مركبه، وكرش الحيوان واحده من اربع حجرات لهذه المعده. بتصل حجم الكرش بيصل لحوالي 150 لتر تقريبا في البقره الناضجه. كل ملي لتر من هذا ال 150 لتر، طبعا الحجم الكبير ده، كل ملي لتر فيه حوالي 10 مليار بكتيريا، وفي حوالي من 10 مليون الى مليون من الفطريات اللي هي اللهوائيه. كذلك بيبقى موجود بعض البروتوزوا. كل هذه الكوميونتي من البكتيريا والفطريات والخمائر بتعمل دور كبير جدا 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 في تغذيه الحيوان. الا وهو لما الحيوان بيتغذى على اللي هي العلائق الخشنه، بالذات اللي موجود فيها زي تبن وموجود فيها حطب ذره وخلافه اللي الانسان ما يقدرش يتغذى عليها، طب الحيوان بيستفيد منها ازاي؟ الحيوان بيستفيد منها من خلال هذه الميكروبات. الميكروبات بتعمل ايه؟ بتعمل على افراز بعض الانزيمات اللي هي بتحلل المواد الخشنه الصعبه الهضم ديت وتحولها الى صوره سهله ميسره من الطاقه، يقدر الحيوان يحولها الى لبن والى لحم. طبعا ده شيء يعتبر فتح كبير جدا جدا من ربنا عز وجل انه يجعل ايه مثل هذه الميكروبات المفيده موجوده عشان تحول لنا، تبقى مصدر، هي في حد ذاتها مصدر غذاء. طيب احنا، طب اللي هي البكتيريا دي بس هي بتبقى موجوده جوه الكرش؟ لا، موجوده في حاجات تانية كتيره، وطبعا بتنتقل الى الايه، الى الالبان الناتجه، وبتبقى موجوده بشكل كبير جدا. طب احنا كمتخصصين في التغذيه بنجد انه احنا عايزين طول الوقت ان احنا نحسن استفادة الحيوان من الغذاء المقدم له. وبما ان البكتيريا النافعة دي لها دور كبير زي ما قلت في عمليات لها علاقة بعمليات الهضم، فاحنا بنقدر نحطها هي في حد ذاتها كإضافة لغذاء الحيوان. طيب ايه اهم انواع البكتيريا اللي بتستخدم في مثل هذا الفضل؟ اهم انواع البكتيريا المستخدمة اللي هي البكتيريا النافعة، اهمها بكتيريا حامض اللاكتيك، اللي هي تنتج حامض اللاكتيك. طب البكتيريا دي بتعمل ايه؟ احنا لما بنضيفها الى علائق الحيوان، الحيوان بيبقى عنده سمت بعض مشاكل في التغذيه. ازاي؟ لو احنا مثلا ابتدينا نغذي الحيوان على مواد علف مركزه، ايه مواد علف مركزه؟ مثلا زي الذره، زي الصويا. لو احنا اكلناه من غير تدريب وبسرعه والحيوان جعان، بيحصل انه بتبتدي تتخمر هذه المكونات بسرعه وبتنتج غازات وبتنتج احماض. لو الاحماض دي زادت في محتوى الدم بتاعه ربما يحصل له موت،
ودي بيبقى عرض بيسموه او اضطراب غذائي بيسموه الحموضه، زي ما بيحصل للبني ادمين العاديين. الحموضه دي لو زادت فاحنا بنعمل ايه؟ بتعمل عامله مشكله كبيره بالنسبه للحيوان. لما بنحط احنا الميكروبات اللي هي ديت، الميكروبات المفيده ديت، بيحصل ايه؟ انها بتدرب الحيوان لانها تنتج الحامض بشكل بس صغير تدريجي، فبالتالي بتعمل تدريب للحيوان على انه يقدر يعني يتعامل مع الحموضه، وبالتالي ما يحصلوش اي مشاكل. حلو قوي. طب دي حاجه. الحاجه الثانيه انه بتحسن من جوه بقى، احنا قلنا ان جوه في بكتيريا كتيره جدا جوه الكرش، لما بنضيف حاجه كمان اضافيه فبتعمل نوع من انواع التعزيز ليها، بتقويها، بتخليها تشتغل افضل واحسن، وبالتالي بتزود من عمليه هضم الغذاء بشكل جيد، ومن ثم ان الحيوان يقدر ياكل اكتر، فلما ياكل اكتر يديني انتاج لبن اكتر. فدي من الحاجات المفيده اللي احنا بنعملها. طب كمان جوه هو زي ما ربنا فعلا خلق يعني ميكروبات مرضيه، الميكروبات المفيده دي بتعمل ايه؟ بتزحمها، بتخليهاش تكمل وتعيش وتزدهر جوه ايه؟ معده الحيوان. فبتبتدي تزحمها وتفرز عليها الاحماض بتاعتها وتخليها ايه؟ ما تشتغلش زي بكتيريا القولون. وبكتيريا القولون دي للاسف بالنسبه للعجول الرضيعه هي من اهم اسباب حدوث النفوق بالنسبه للعجول الرضيعه، ودي بتمثل خساره كبيره جدا للايه؟ للمربي. عشان كده احنا بننصح المربيين طول الوقت ان انت يعني دعم العلاقه بتاعتك بالميكروبات النافعه. الميكروبات النافعه زي بكتيريا الحمض اللاكتيك، زي الخميره، دي كلها بتعمل الدور الاساسي ده في انها بتحافظ، بتمنع بكتيريا القولون دي انها تشتغل وتسبب النفوق للحيوان، لانها بتسبب اسهال وبتسبب جفاف، وبالتالي العجول انا لسه كنت هسال حضرتك على الاعراض، يعني اول ما المربي ياخد باله من ان الولده فيها لسه اسهال وجفاف فيعرف ان هي بكتيريا القولون. احنا من البدايه خالص احنا يعني هو بالنسبه للمربين غالبا ما بيسيبوش الايه العجول بتاعتها انها ترضع من امهاتها، لانه اللبن احنا محتاجينه عشان نديه للمستهلكين. فبالتالي بيستخدم بدائل من اللبن. بدائل اللبن بطبيعتها ما فيهاش الكم الكافي من الغذاء زيه زي اللبن الطبيعي بتاع الام، وبالتالي لازم ندعم هذا اللبن بالبكتيريا النافعه دي بحيث ان احنا نحسن من استفادته من اللبن المقدم ليه، ومن ثم بعد كده لما بيكبر شويه يبتدي تعمل له عمليه فطام، وبرده بنضيف البكتيريا النافعه دي للاغذيه بتاعته بحيث ان هو يبقى عنده مناعه وعنده قدره ان هو يكبر ويدي انتاج اكبر في المستقبل. طب دكتور كلمني برضو على عمليه تحضير البكتيريا دي ازاي؟ انا عارفه ان الموضوع علمي بحت، لكن أيوة بسط لنا الموضوع كده ازاي ممكن يتم تحضيرها والمربي يتعامل معاها ازاي؟ وفعلا هل احنا برضو كنا بنتناقش قبل الحلقه وحضرتك قلت لي انه بيتم تحضيرها في صوره سائله او جافه، فقولي بقى تفاصيل اكتر عن عمليه التحضير. زي ما حضرتك يعني معروف ان الميكروبات بيتم طبعا تنقيتها او عزلها من البيئات اللي هي موجوده فيها، يعني ممكن ننقي يعني نعمل عمليه عزل الميكروبات المفيده دي من داخل الكرش بتاع الحيوان نفسه، او من خلال برضو من منتجات لبنيه زي الزبادي زي الجبن زي كل دي كلها بنعمل عزل للميكروبات المفيدة دي، ثم بيتم تنميتها على بيئات مناسبة جدا لنموها. لما بنحافظ على درجات البي اتش، من درجات الحرارة، بنحافظ على حجم اللقاح اللي بنستخدم بحيث ان احنا نعمل تنمية كبيرة لهذه الميكروبات النافعة في جو. طبعا دي الكلام ده بيتم في جو معقم بحيث ان احنا لازم امور السيفتي مهمة جدا او السلامة، لانه مفيش اي حد مش اي حد يتعامل مع الميكروبات، لانه لابد من الميكروبات اللي تستخدم في هذا الصدد لابد ان يكون في شروط مهمه جدا لازم تكون موجوده فيها ومتاحه ليها بحيث ان احنا نقدر نستخدمها بشكل امن. من اهم هذه الشروط للبكتيريا اللي بنستخدمها اول خالص ان هي بتكون بكتيريا حيه مش ميته، ما ينفعش ان احنا نستخدم بكتيريا ميته في تغذيه الحيوان، لازم تكون حيه ويكون لها تاثير صحي على صحه الحيوان، مفيد على صحه الحيوان وانتاجيته. كمان هي في حد ذاتها المفروض انها ما تنتجش اي سموم، المفروض انها في حد ذاتها تكون ثابته من الناحيه الوراثيه. يعني ايه؟ يعني ما بيحصل لهاش طفره، تحصل لها طفره ثم تتحول الى ايه؟ الى بكتيريا ممرضه او بتسبب مشاكل او تسبب سموم. لا، احنا عاوزين بكتيريا بتكون ايه؟ بتكون ثابته من الناحيه الوراثيه. كمان لها قدره، لازم تكون البكتيريا اللي بيتم استخدامها لها قدره انها تنمو بشكل كبير جدا وسريع جدا عشان تقدر تعيش جوه الكرش وتتنافس مع البكتيريا الممرضه، لانه لو هي البكتيريا الممرضه قدرت ان في النهايه تنمو اكتر منها وهتمنعها انها تقوم بدورها. فلازم ان احنا النوع من البكتيريا اللي احنا نستخدمه ده لابد انه يكون ايه؟ لابد انه يكون بينتج بكميه كبيره وبيقدر يزدهر.
كمان لازم يكون متوافق وقادر انه يعيش ويعمل تمثيل غذائي جوه بيئه الكرش اللي هي فيها درجه الحراره مثلا عند تقريبا 39 درجه مئويه، لابد انه يقدر يعيش فيها، لابد انه يعيش في الظروف الهوائيه اللي موجوده في الكرش، ما ينفعش نجيب حاجه هوائيه ونحطها هنا اللي كاضافه للاعلاف، ده كلها دي من بعض الشروط. كمان لابد انها تكون قادره انها تستحمل او انها تبقى مقاومه للاملاح، املاح الصفراء وعمليات الهضم داخل الكرش او الجهاز الهضمي بشكل عام بسرعه. المستحضرات دي اللي بتستخدم للاسف احنا عمليه الانتاج بتاعها بتتم بشكل ضيق جدا في مصر، ما بتتمش على انتاج على كميه كبيره جدا، لكن دي كلها بيتم استيرادها من الخارج. حتى الميكروبات اللي هي النافعه اللي احنا بنستخدمها وطبعا منها الخميره حتى في تغذيه الانسان وعمليه العجين وخلافه، دي للاسف بيتم استيرادها، ما بتبقاش انتاجها بشكل كبير جدا، اللهم الا في بعض زي مصنع السكر بينتج برضو الخميره. احنا طبعا يعني بنحب ان احنا نعتمد على نفسنا، ومفروض ان احنا نبتدي ننتج وندي فرصه لرجال الاعمال المصريين والبحاث والناس اللي بتشتغل في البحث العلمي انه يطوروا من انتاجهم. احنا عندنا ناس ما شاء الله كتير جدا 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 عندها دراية وعندها علم كبير جدا في هذه النقطة، لكن بس محتاجة بس الايه الدعم الايه المادي في انها تعمل الانتاج بتاعها بدل ما يبقى على نطاق المعمل، انها تقدر تنتجه على نطاق مصنع كبير. وده كمان ممكن يفتح يعني افق كبير جدا ل ان احنا نشغل ناس اكتر، وتبقى يعني ممكن بعد كده احنا كمان نبقى لينا سبق ونصدر مثل هذه الميكروبات النافعه اللي بتستخدم بشكل كبير جدا 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 في تغذيه الحيوانات. بس سوق تصديرها واسع يا دكتور، يعني في يعني كلمني برضو عن اولى الدول المتصدره هذا المجال. طبعا المتصدر لهذا المجال طبعا هي الولايات المتحده الامريكيه. وعشان بس اوضح لك قد ايه يعني جزء بسيط الميكروبات النافعه دي بتستخدم قد ايه بكميه قد ايه ماديا، يعني اذا حسبتيها بحجم الفلوس هتجدي انه في سنه 2020 بس تم تصدير حوالي 4 يعني كميه من الميكروبات النافعه دي بلغ ثمنها حوالي 4.4 مليار دولار امريكي. ده رقم مهول. رقم مهول طبعا. وبيتوقع في سنه 2026 انها توصل ل 7.3 مليار دولار امريكي. احنا بنصدر ولا احنا بنستورد؟ للاسف بنستورد بس بننتج برضو. لا بننتج على نطاق ضيق. احنا عايزين نتوسع، نعمل توسع في عمليه الانتاج نتيجه كمان في حاجه مهمه جدا نقدر يعني نستفيد منها، وهي ان احنا عندنا يعني الميكروبات النافعه دي ممكن تقدر تستخدمها وتنتجها على مخلفات زراعيه. يعني مش هتكلفك حاجه، يعني من الحاجات اللي يعني اللي والله فعلا الواحد بيزعل انه احنا يعني عندنا ممكن نبتدي ننتج على سبستريت وتبقى يعني مخلفات بترقى وبتعمل مشاكل بيئيه وبتسبب مشاكل صحيه للناس، نقدر نستخدمها ونستغلها في ان احنا ننتج ميكروبات نافعه ذات قيمه حيويه كبيره جدا، بيتم استيرادها بفلوس كبيره جدا جدا جدا، وبتعمل يعني ضغط على الاقتصاد المصري. طب ده بالنقطه، ده في نقطه كمان ثانيه، طبعا حضرتك طبعا عارفه ازمه كورونا وبعدين طبعًا. اللي تلاها الحرب الروسيه الاوكرانيه وضحت بشكل كبير جدا انه لازم الدول تعتمد على نفسها بشكل اكبر، لانه انت تقدر تعمل حاجتك ما تقدرش يعني في الوضع ده انت بتقدر بكل بساطه انك تعتمد على نفسك ما عندكش اي مشكله والامور سهله. صحيح. خليني برضو أشيد بالدور اللي دايما بيقوم به المركز القومي للبحوث، مش بس في هذا المجال، الحقيقة أنه هو مليء بالعلماء والباحثين الأجلاء اللي دايما بيشرفونا وبيكونوا موجودين معنا، وهم الجنود اللي مش مجهولين، هم معلومين بالنسبة لنا، لكن هم محتاجين أن هم يتم تدعيمهم أكتر ومعرفتهم أكتر، وهم دول الترند الحقيقي، لأن هم بيشتغلوا علميا وبيشتغلوا كمان على فايدة المجتمع. خلينا اتكلم مع حضرتك على ابحاثكم بقى داخل المركز القومي للبحوث، ووصلتوا لغايه فين في المجال ده تحديدا. والله يا فندم زهق، يعني امتداد للكلام اللي كنت بقوله لحضرتك، احنا كنا بنحاول ان احنا نعزل بكتيريا مفيده جدا اسمها الانتيروكوكس فيسم. هذه البكتيريا لها القدره انها تنتج بيبتايد، حاجه اللي هي زي لما تحط كذا حمض امينه مع بعض يبتدي يطلع بيبتايد، بس بيبتايد نشط مش اي بيبتايد، نشط لقدره انه يشتغل ويقتل البكتيريا الضاره من خلال ما يسمى بالبكتيريوسينات. البكتيريوسينات دي مهمه جدا جدا جدا، هي صحيح دلوقتي لسه مش معروفه قوي انا بالنسبه للوسط تغذيه الحيوان في مصر. طبعا احنا للاسف في مصر بنستخدم المضادات الحيويه بكثره. صحيح.
المضادات الحيويه ليها مشكله كبيره جدا جدا جدا، الا وهي ايه؟ انه لما تستخدم المضادات الحيويه بيبتدي ينشا معاها اجيال جديده من الميكروبات عندها القدره انها تقاوم كل انواع المضادات الحيويه، وبالتالي اذا الانسان مرض او حتى الحيوان مرض فبعد كده مش هيقدر اي مضاد حيوي تديه له انه يعالج هذه الامراض. وبالتالي فطن العالم كله الى المشكله دي وتاثيراتها على صحه الحيوان وصحه الانسان المتلقي للايه؟ اذا كان للالبان او للحوم، لان بيبقى ليها متبقيات في اللبن او اللحم. طيب ابتدى الاتحاد الاوروبي مثلا، وده كان هو من الناس اللي بدات بشكل واسع جدا في حظر استخدام المضادات الحيويه في تغذيه الحيوان، لانه كانت بيتم استخدامها كدافع للنمو عشان خاطر يقلل البكتيريا القولون اللي قلنا اتكلمنا عليها او البكتيريا الممرضه بشكل عام. لكن وجدوا انه بعد شويه ابتدت زي ما قلت لحضرتك ان اجيال من البكتيريا تقدر تقاوم المضادات الحيويه. هي بتتحور يا دكتور؟ يعني البكتيريا الضاره ليها تحور زي مثلا كورونا وكده؟ بالظبط كده. تقدر انت لما بتعاملها بالمضاد الحيوي بتبتدي تكون له مقاومه، وبعد كده لما تيجي تضيف هذا المضاد الحيوي او تعطيه حتى في معامله علاجيه حتى للحيوانات لا يعطي لا يعطي اثر، لانه خلاص هي بقت تقدر تتغلب عليه. طب ايه الكويس في البكتيريوسينات اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ انها عباره عن بيبتايد، بروتينات ما تقدرش تتعرف عليه البكتيريا، وليه نفس الاثر في بتاع المضادات الحيويه في قتلها. وبالتالي احنا نقدر نعمل نستخدم البكتيريوسينات دي في قتل البكتيريا اللي هي الممرضه، ولكن لا نؤثر بالسلب على صحه الحيوان ولا صحه الانسان المستهلك للبن او اللحم. صحيح. فدي النقطه اللي احنا شغالين فيها حاليا الحمد لله رب العالمين. احنا عندنا ناخد فيها مشروع من صندوق العلوم والتكنولوجيا، طبعا يعني تحيه ليهم لان هم بصراحه بيدعموا بشكل كبير جدا الافكار الكويسه. كذلك اكاديميه البحث العلمي بالتوافق او بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث ابتدوا يعملوا حاضنات تكنولوجيه. يعني توجه الدوله ان توجه ممتاز في هذه النقطه، في ان ازاي يا جماعه الافكار الطيبه والكويسه نبتدي نحتضنها وابتدي ننميها ونكبرها. هنجد انه في عمليه تعميق اللي هو التصنيع المحلي موجود عندنا حاضنتين في المركز القومي للبحوث بيقوموا بالعمل ده، وده شيء طيب جدا جدا جدا. انا يعني مبسوط جدا منه، ودي يعني انا يعني نفسنا انها تزيد واكثر واكثر وتشمل مواضيع اكثر واكثر، بحيث يبقى الحمد لله عندنا نمو احسن ومستقبل احسن وافضل بالنسبه للبحث العلمي. صحيح. بمناسبه البحث العلمي ومدى اهتمام سياده الرئيس بحقوق الملكيه الفكريه، قد ايه الموضوع ده مهم، وان اي ابحاث جديده او اي اكتشافات جديده خاصه بمصر بيتم حفظها، فتقييم حضرتك للنقطة دي، وقد إيه كانت نقطة فارقة حتى مع الباحثين؟ أيوة طبيعي، مع حقوق الملكية الفكرية لما حضرتك بتحافظ عليها، وتوجه السيد الرئيس وتوجه الحكومة في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية اللي كل واحد عنده فكرة طيبة وفكرة كويسة ويقدر يستغلها ويقدر يستفيد منها، مش حقه ما بيضيعش فيها، فبيشعر بالامتنان، بيشعر بأنه حقه مش مهضوم. يعني كل حاجته يعني الافكار بتاعته بتشجعه انه يشتغل اكتر واكتر، لانه حقه ما حدش بيزحمه فيه. فبالتالي ده توجه ممتاز جدا ورائع جدا في ان احنا نحاول طول الوقت ان احنا ندعم حتى كمان الشباب الصغير، انه هو ونقول والله حقوقك موجوده وما تقلقش، الافكار بتاعتك محفوظه، وده شيء طيب جدا جدا. كنا بتكلم انا وحضرتك قبل الحلقه وسالتك سؤال يبدو بدائي شويه، ولكن هو هيجي في دماغنا كلنا واحنا بنتكلم على، وخصوصا بقى المستهلك او ست البيت بقى اللي بتقدم لاسرتها الوجبه. كنا بنتكلم على البكتيريا النافعه، حضرتك قلت لي طبعا كلنا عارفين الخميره الفوريه في الزبادي في اللبن. عندنا بكتيريا ثانيه، وحضرتك انا عارفه بس بحاول ما اصدقش زي كتير من المصريين، البكتيريا اللي موجوده في الفسيخ او المشاكل اللي موجوده في الفسيخ. مش بكتيريا واحده، اخبارها ايه بقى يعني؟ لا، الفسيخ هو عباره عن يعني هو بيتم يعني بيتركوا السمك لحتى يتعفن، وده ده يعتبر سمك فاسد من ناحيه غذائيه. الدكتور قال لي انه ما بياكلش فسيخ ابدا. لا، في ناس كتير هتزعل، بس انا باكل فسيخ وهاكله، بس احنا نحاول اصل ده عشق يا دكتور، ده من ايام الفراعنه. طيب يعني هم سبحان الله فعلا عرفوا يستخدموا طريقه التحلل وبشكل صحي، والبكتيريا الضاره والنافعه. وست البيت بتعمله، خصوصا في الريف بتعمله في البيت، مهما كانت الطريقه برضو مضر يعني، مش امان. لا، لانه البكتيريا دي مش بس هي بتبقى موجوده لوحدها وهي بتبقى هي حتى ضاره، مره في السنه وانا بحبه بصراحه.
لكن هي البكتيريا كمان بتفرز سمومها كمان. يعني حتى لو انت عملتها معامله حراريه وقتلتها هنقول مثلا يعني، لكن السموم بتاعتها ما زالت موجوده برضه، مع ان نادرا ما حد بيعرض الفسيخ للحراره. ما فيش ده حقيقي. انا اقول واحد بقى لا ده انا هحطه في الفرن مثلا، لا السموم موجوده مثلا، ولا بالتجميد بالتبريد ولا اي حاجه، السموم هي موجوده موجوده طالما ان انت سبتها انها تنمو. فهي بتنمو وبتعمل تحلل للسمك، امال هو بيبقى ناضج ازاي او طاب ازاي زي ما بيقولوا، الا من خلال عمليه التحلل دي. والله يا دكتور انا ضميري المهني وقدام ربنا سبحانه وتعالى حبيت اسالك السؤال ده عشان نقول للناس، والناس عارفه وواعيه كويس جدا ان الموضوع قد يكون فيه شيء من الضرر او في ضرر كبير، لكن انا لازم اقول يعني دي شهاده لازم هتسال عليها قدام ربنا. الناس كلها عارفه الكلام ده، عارفين حضراتكم، بس في شوف الافلام اللي موجوده بتوضح كده. بس هناكل فسيخ؟ انا هاكل فسيخ ما علينا. المهم ان احنا نحاول يعني نتوخى كمان الحذر، ويا سلام لو ست البيت الريفيه الجميله بتعمله فريف، وحتى في المدن والله يا دكتور السيدات دلوقتي ما شاء الله اللهم بارك بقوا شاطرين وبيعملوا كل حاجه ما شاء الله. بس كمان لما نشتريه بيبقى مصدر موثوق منه، عشان فعلا البكتيريا هي طبيعي فيها بكتيريا ضاره، لكن ما تبقاش سامه اكتر ما هي كمان فيها مشاكل. لا احنا ممكن ناخد يعني بدايل بتاعتنا ناكل سمك. يعني طب الرنجه اخبارها ايه؟ والرنجه الرنجه دي عمليه تصنيعيه؟ لا دي كويسه، مشكله ما فيهاش مشكله؟ لا ما شاء الله ما فيهاش مشكله، لانها بس بالتدخين يعني. وبتحتاج بعد كده كمان بتخش في يعني لما تيجي حضرتك تعمليها في البيت فبتعمليها بالحراره، وبالتالي بيبقى نضجت الحمد لله كويسه، بتتاكل كويس. حلو. طب خلينا نرجع بقى للبكتيريا النافعه مره ثانيه، هل ليها تاثير على صحه الانسان اللي هو بيستهلك الحيوان وبياكله وتغذيته بتقوم عليه؟ طبعا. هو هنا في شقين يعني، الناس بالنسبه للمنتجات اللبنيه حتى لو انت ما اضفتش ليه علائق الحيوان ميكروبات نافعه، هم بيحطوها في المنتجات زي الزبادي وخلافه، يقول لك حتى ده معزز بالخمائر او معزز بالبكتيريا النافعه دي عشان خاطر ايه؟ يقوي المناعه ويعطي صحه و. فده معروف على نطاق الانسان. طب احنا لو احنا غذينا الحيوان بقى على البكتيريا النافعه دي، ايه التاثيرات اللي ممكن انا اتوقع انها تبقى موجوده في اللبن؟ الحقيقه مهمه جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لانه في مثلا حامض امين، اللي هو حامض امين حامض دهني اللي هو سي ال اي، ده حامض مهم جدا انه يكون متواجد في اللبن. ده ما بيبقاش لا ينتج الا في ضرع الابقار او في ضرع الحيوانات الحلابه، ما يقدرش تاخد منوش اي مصدر تاني الا هذا. تمام. سي ال اي ده بقى مهم جدا جدا لانه مضاد بشكل كبير جدا للاورام السرطانيه. كمان إضافة اللي هي الميكروبات النافعة إلى غذاء الحيوان بتزود محتوى اللبن الناتج منها من الأوميجا 3 والأوميجا 6 اللي احنا دايما طول عمرنا بنقول الأوميجا 3 والأوميجا 6 دي عشان خاطر الذاكرة وإنها تقوي وتدي صحة كويسة وخلافه. لا ده على طول في اللبن موجود، لما انت بتضيفه للعلائق فانت بتدي ده للايه؟ للمستهلك. كمان الناحيه الثانيه، انت لما بتستخدم البكتيريا النافعه دي بتمنع استخدام المضادات الحيويه، وبالتالي بتقلل الاثار الضاره بقى للايه؟ للميكروبات الضاره والمضادات الحيويه اللي بتستخدم كمان كانت ليه انها تمنعها، ان هي كمان تيجي في جسمك انت كمستهلك، وبالتالي يبقى جهازك المناعي عنده قدره كبيره انه يقدر يقف قدام الامراض ويقول لها لا معلش استني بقى شويه كده. طبعا احنا طبعا يعني كلنا شفنا كورونا وفيروس صحيح. كورونا واللي عمله، احنا محتاجين طول الوقت ان احنا ندعم ويبقى عندنا ادراك واسع ان احنا ناكل اغذيه سليمه تدينا صحه وعافيه. صحيح. يا رب دايما يبقى تغذيتنا سليمه وكلها صحه وعافيه. ممتنه لتبسيط حضرتك الجميل ده، احسنت والله. دكتور حسام الدين حسين، استاذ مساعد انتاج الالبان المركز القومي للبحوث، شكرا جزيلا يا دكتور، نورتني. شكرا جزيلا فندم. أتمنى أن رسالتنا تكون وصلت، وتحديداً للمربيين أنك تتعامل بشكل واعي وفي معرفة، وتتخلص من بكتيريا القولون، وتستخدم البكتيريا النافعة في العليقة أو في العلف اللي بتقدمه للحيوان. ده شيء هينعكس على صحته ثم على صحة الإنسان. أما بقى لنقطة البكتيريا الضارة اللي ممكن تكون موجودة في أكلات كتير احنا بنشوفها، علينا أننا نتوخى الحذر، واللي مش هيقدر يمتنع زي كده عن أكل الفسيخ يختار مصدر موثوق منه وما يكترش منه، واللي يقدر ما يأكلوش أحسن ما يأكلوش. المهم أن احنا عندنا سبل كتير من المعرفة، وطول ما عندنا علماء وباحثين
هنفضل دايما على دراية ومعرفة بالكثير من الأمور اللي هتنفعنا وهتنفع كمان طريقة تعاملنا مع الحيوان اللي صحته ليها علاقة وطيدة جدا بصحة الإنسان. لسه مكملين مشاهدينا فواصل قصير، وعلى طول راجعين استنونا بعد الفاصل.